هناك سؤال على موضوع تكرر حديث أو الحديث عن الأيام الماضية، وهو الاتفاق الدفاعي ومنظومة الاتفاق الدفاعي بين إسرائيل والدول الحاضرة اليوم. هل هذا طرح؟ هل تم الحديث عن منظومة دفاعية، سواء دعنا نقول في الجانب التقني وحتى تحالف دفاعي؟ وإذا تم الحديث عنها، هل هي تختلف عن موضوع الناتو العربي بتحالف دول عربية مع إسرائيل عسكرياً أم لا؟ شكرا لكم. شكرا. لم يطرح بتاتا اي نوع من التعاون العسكري او التقني مع اسرائيل. هذا ما اعتقد انه كان، يعني ما اعرف صراحه من وين جت هذه الاخبار، ولا طرحت ولا نوقشت لا في القمه او قبلها. وبالنسبه لموضوع الناتو العربي لم يكن مجال حديث اللي هنا، وهو الحقيقه لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح. لكن طرحت المملكه العربيه السعوديه منذ تقريبا 5 سنوات فكره تكوين منظومه دفاع مشترك عربي يكون فيها رفع لمستوى التنسيق العربي فيما يتعلق بالامن والدفاع، وهو لم يكن مكان بحث في هذه القمة الحقيقة، لكن هي لا زالت من الأولويات لدى المملكة العربية السعودية تطوير عملية التنسيق العسكري والدفاع العربي المشترك ورفعها إلى ما هو أعلى من القائمة الآن، لكن لم يكن في هذه القمة حقيقة مكان بحث.